طبعا عايزين نعرف وعايزين نتعلم تربية الدواجن. الفيديو ده للمبتدئين، للي عاوز يعمل مشروع فراخ، لسه بيفكر يعمل مشروع فراخ او اول مرة يربي فراخ. هقولك النهاردة العوامل والعناصر والحاجات اللي هتأثر عندي على فراخي بالسلب او بالموجب، يعني فراخ عندي هتقل واوزانها هتقل ولا هتعلى وهتبقى كويسة وهكسب فلوس كويسة في الاخر. اسمع الفيديو ده للاخر عشان تستفاد جدا منه. الاول اعرفك بنفسي، انا محمد رضا طبيب بيطري، هدفي الارتقاء وافهمك تربيه الدواجن وننهض مع بعضينا في تربيه الفراخ. النقطه الثانيه، نصلي على اشرف الخلق اجمعين، سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. تربيه الفراخ بيندرج تحت مثلث انا بسميه مثلث النجاح. مثلث النجاح يعني ايه؟ مثلث النجاح، مثلث النجاح ده يعني ثلاث عناصر مهمين جدا هم اللي هيخلوا الفراخ بتاعتي توصل 3 و4 كيلو، وهم اللي هينجحوا الدوره بتاعتي، وهم اللي هيعملوا لي وقايه من كل الامراض، وهم اللي هيريحوني في التربيه وهيوفروا عليا التكاليف. اول عنصر معانا هو درجه الحراره، ودرجه الحراره دي مهمه جدا. واحد يسالني، او انت عمرك ما سالت نفسك هي ليه درجه الحراره مهمه للفرخ؟ لان الفرخ غير قادر على انه ينظم درجه حراره جسمه. في حاجه اسمها بفر، وحاجات بتفرز في الدم، وكمان في تفاعلات بتتم في جسم الطائر بتطلع حراره، فبالتالي يحصل ان درجه جسم الطائر تعلى اللي احنا عايزينه. فالحاجات ديت ما بتحصلش في كتكوت ده من عمر يوم لعمر 20 يوم، التفاعلات والميكانيزمات دي ما بتتمش، تمام؟ طيب امال ايه اللي بيتم يا دكتور محمد؟ اللي بيتم ان الجزء جوه جسم الفرخ جوه مخه غير مسؤول، غير مكتمل النمو، وده مسؤول عن تنظيم درجه حراره جسمه، والجزء ده لسه مش موجود، والجزء ده بيتوجد بعد 20 يوم. لذلك الدور عليك انت، انت المسؤول عن الفرخ دلوقتي، انت اللي رحت اشتريته وجبته وحطيته في اوضه، انت اللي جبته اشتريته وحطيته في اوضه، يبقى تهتم. درجه الحراره خليها 33 من يوم ما تجيب الفراخ. طيب جبت الحراره على 32، اعمل ايه؟ في ناس كتير تقول لك ايه يا دكتور محمد، انا عاوز جدول امشي عليه بدرجه حراره، عاوز لا لا لا، مش في جداول ولا في اي حاجه. درجه الحراره ديت هقولها لك بكلمه ونص. يعني ايه؟ يعني درجه الحراره انت بتجيب عمر يوم تبقى 33، كل يومين انزل نص، كل يومين نزل حراره نص درجه. فهمت كده؟ انت ولا عاوز جدول ولا عاوز غيره. خلصنا من النقطه ديت، خلصنا من نقطه الحراره. ولو نقطه الحراره كمان حبيت اقول لك نقطه ثانيه، ان الحراره بتاعتك لو قلت عن الطبيعي فالفراخ بتبرد، فالفرخ بحاول جسمه يحصل فيه رعشه من بره، فالرعشه ديت عشان تدفي الفرخ محتاجه طاقه، فالعلف اللي هياكله هيروح على التدفئه، يبقى انت كده بتخسر علف وبتخسر حراره. طيب النقطه الثانيه، ان لما الحراره تنزل بيحصل لي برد، والبرد ده عامل زي اللبانه ما بيطلعش من الجسم، يعني بيخش جوه جسم الطائر بيقرفك عشان تتخلص منه. فانت ليه نعمل وقايه ونشتغل مظبوط من الاول، هننجح في الاخر. طيب خلصنا من موضوع درجه الحراره وانتهينا منه. الموضوع الثاني وهو الفرشه. الفرشه اللي تحت الفراخ ديت هي اس الامراض، يعني 85% من الامراض اللي بتيجي للفراخ ناتجه عن طريق الفرشه. لو الفرشه بتاعتك فيها رطوبه عاليه، الفرشه بتاعتك مش نظيفه، الفرشه بتاعتك مش مهتم بيها، او انت اصلا عامل فرشه مش مظبوطه. يا جماعه هتفرش، انت هتجيب فراخ النهارده، هتفرش تحت الفراخ تبن سمكه 5 سم، تبن نشاره اللي يعجبك، سمكه 5 سم. طيب دي اول نقطه، فرشنا التبن لسمكه 5 سم. بعد اسبوع من التربيه هلاقي ان في مناطق اللي هو حوالين السقايات وجنب الحيط فيها براز عالي وفيها زرع عالي، فهتلاقي في رطوبه عاليه، والفراخ بتاخد من الجزء ده انفكشن، بتاخد من الجزء ده مرض. نعمل ايه؟ بروح جايب شويه قش صغيره وارشهم. خش على القناه عندي هتلاقي الفيديو ده عملي. هتروح جاي شويه قش وترشهم فوق الفراخ، فوق الفرشه. طيب رشيتهم فوق الفرشه دي كويس وحلو قوي، هجيب معاك نتيجه. طيب الحاجة التانية، انك هتجيب الجير المطفي، هتلاقي مكتوب عليه جير مطفي لمزارع الدواجن، مكتوب على الشكارة كمان بره، الشكارة ب 10 جنيه او 15 جنيه، وترش جير على الفرشة كلها. وركز هنا، رش الجير مش ترشهولي من فوق كده كأنك بتبدر، لا، رش الجير الفرشة اهي، الفرشة اهي، اوط ايدي تحت كده وارش بالراحة عشان رذاذ الجير او الجزيئات المتهيئة في الصغر اللي بتطير من الجير تعمل لي برد، وبتهيج الاغشية المخاطية والارساك واللنج اللي في جسم الفرخ، وبالتالي بتقلل سحب العلف، وتلاقي الفراخ بقت في كشة، بقت في قصص كده. لا، استخدم كل حاجة بالمحدود. تربية الدواجن دي مجال واسع وكبير بس سهل، زي ما بيسموه كده الصعب السهل الممتنع، بيسموه السهل الممتنع، يعني حاجة سهلة بس صعبة.
في نفس الوقت. لذلك انت لو فاهم هتحل كل المشاكل دي، انت لو فاهم ومتابع ومشترك مع دكتور محمد في القناة وعامل لايك جميل للفيديو، هتلاقي نفسك فهمت يعني ايه فراخ يا جماعة. وكل الكلام اللي انا بقولكوا ده كلام مبني فعلا على كلام علمي، على دراسة 5 سنين في كلية الطب. مش بس كده كمان، ادي الكتب اللي قدامكم ديت، دي كتب اكسترنال يعني كتب بره المنهج اصلا، كتب دواجن وجيناتك كل الكلام ده كله. طيب انا بقرا الكتب دي كلها عشان اقول لك معلومه، انا يعني الكتب دي تخيلوا بقى سرت قد ايه وضيعت وقت قد ايه وفلوس قد ايه عشان اقرا الكتب دي، واخد كورسات كمان خارجيه عشان انمي مهاراتي واقول لك معلومه تفيدك. وفي الاخر انت برضو لحد دلوقتي مش عملت لايك جميل للفيديو ولا اشتراك جميل في القناه. خلصنا من الجزئيه يا جماعه بقى بتاعت اللايك والاشتراك، وانت اشتركت معانا الدنيا تمام. نخش بقى وخلصنا الفرشه نظيفه، والفرشة بتعمل لي اكتر مرضين، ودول اللي بيبهدلوا الدنيا عندي وهم الكوكسيديا والكوليستيريديا، وبيسموهم حرامية الاوزان. يعني ايه حرامية الاوزان؟ يعني تلاقي الفرخة ما شاء الله عندك كيلو ونص، مرة واحدة جالك اسهال مدمم اسهال ابيض، تلاقي الفرخة بدل ما كانت كيلو ونص بقت كيلو وممكن تقل عن كده. راحت فين الاوزان ديت؟ اقول لك اسمها حرامية الاوزان بميكانيزم وبطريقة بتتم جوه الامعاء، وبحوار طويل مش عايزين نقوله عشان وقت الفيديو، انا قايله في فيديو مخصوص عندي على القناه، علاج الكوكسيديا وعلاج الكوليستيريديا. طيب خلصنا يا جماعه من جزئيه الفرشه وجزئيه الحراره، باقي معانا العنصر الثالث وده اهم عنصر برضو، وهي الاكسجين يا جماعه. الاكسجين، انت كانسان تقدر تتنفس من غير اكسجين؟ انت كانسان تقدر تعيش حياتك وتكمل حياتك من غير ما تاخد اكسجين وتتنفس؟ هتقول لي لا. هقول لك طب اشمعنى انت ليه لازم تاخد اكسجين؟ لان الاكسجين ده هو الحراق جوه، هو اللي بيدور لي وشغال لي المكن اللي شغال جوه جسمي. الاكسجين ده هو اللي بيشغل كل العمليات الحيويه، فمن غير الاكسجين كل العمليات والميكانيزمات والكيميكال اللي بتتم جوه جسمي مش هتتم، فبالتالي هيؤدي الى الوفاه. فبالتالي هتلاقي الكود عندك مخنوق وبياخد نفسه بالعافيه، وهتلاقيهم كل الكتاكيت مترصصه جنب الحيط. يعني كل هتلاقي مربع مثلا، هتلاقي مثلا ده كده المكان الاوضه بتربي فيها، هتلاقي كتاكيت على داير الاوضه كلها. ليه؟ واقف جنب الحيط عشان يشم، ما الحيطه بتصد عليه شويه هواء اكسجين، يا دوب قاعد جنب الحيطه مستني بريحه اكسجين. فانت ليه تعمل كده؟ هوي كويس، وانا اعمل لك فيديو عن طريقه التهويه المظبوطه. خش وتعلم وافهم يعني ايه فراخ هتنجح. الحوار كله في تربيه الفراخ مش مجرد فرخه بنجيبها او كتكوت نشتري ب 5 جنيه نرميه نحط له لمبه فوق منه شويه علف نرميهم له هتجيب معايا، لا، الموضوع عاوز فهم. انت لو فاهم هتنجح، انت لو شخص عزيز عليك انت فاهمه، مجرد ما يبص لك بعينه انت بتبقى فاهم هو عاوز يقول لك ايه. كذلك الفرخ، انت حاول تفهمه، هتوفر على نفسك تكاليف والله العظيم كتير، وبدل ما عمال تدي ادويه في الفاضي. يعني عندك برد واديت ادويه كلها، يعني البرد دوت في نقطه عايز اقولها في الفيديو ده مهمه، البرد ده يا جماعه مسؤول عنه حاجه اسمها الميكروبلازما، وكل ما تروح الصيدليه بتقول له عندي برد بيديك مضاد حيوي للميكروبلازما. طيب بس تلاقي نفسك احيانا بتجيب مضاد حيوي والبرد ما بيخفش خالص، مع انك جايب مضاد حيوي للبرد. امال ايه بقى؟ لان في نوع من انواع البكتيريا اسمها ايكولاي، دي انتوا عارفينها ان هي بتسبب لي المعوي وبتعمل لي اسهالات بنيه. طيب بس في ما ايكولاي ده عباره عن عيله كبيره كده، فاميلي كبيره، في سبيشيز يعني فرد من العيله بيخش لي جوه اللنج، يعني جوه الرئه بتاعت الفرخ ويعمل لي تنفسي. يبقى انت عملت تدي الميكروبلازما، واصلا اللي عامل لك البرد مش مايكروبلازما. فهمنا؟ فانت لو فاهم يعني ايه فراخ هتلاقي نفسك نجاح. الموضوع مش هو بالصعب خالص خالص، الموضوع سهل جدا، بس انت اشترك معايا في القناه وتابع دكتور محمد عشان تفهم ويصلك كل جديد. خلصنا كده من الثلاث نقط اللي هم الاكسجين والفرشه والحراره. والاكسجين نسيت اقول لك نقطه عنه، وهو اكتر عنصر مسؤول عن بناء اللحم وبناء البروتين. لان انت جايب فراخ عاوز في النتيجه في الاخر بعد شهر عاوز تصل ان الفرخه معاك 2 كيلو 2 كيلو ونص، ده اللي انت عايزه 3 كيلو. طيب مفيش اكسجين مفيش لحم، مفيش 2 كيلو 3 كيلو دي، مفيش اكسجين اصلا علشان عمليه بناء البروتين وبناء اللحوم تتم. فازاي هتتم؟ فهمنا كده يا جماعه؟ افهم هنكسب وهنشتغل صح. خلصنا دي بالثلاث عناصر يا جماعه، دي الثلاث عناصر المهمين اللي قلت عليهم. في حاجه بسيطه بقى، عنصر كده تاتش مني على المثلث اللي انا بقول لكم عليه دايما، العنصر التاتش مني ده انك تبقى مشترك معايا في القناه وعامل لايك للفيديو عشان يصلك خلطات زياده الاوزان اللي احنا بنعملها. انا على طول بشتغل معاك بخلطات واعشاب زياده الوزن. انت لو عامل الثلاثه دول مظبوط
وكمان بتعمل خلطات دكتور محمد ومتابع مع دكتور محمد هتلاقي عندك نتيجه فل، هتلاقي بتوصل لوزن فراخ 3 كيلو، واراهنك لو مش عملت اللي انا قلت لك عليه بالحرف الواحد انك هتوصل لل 3 كيلو في 35 يوم و 37 يوم هتلاقي نفسك وصلت لوزن 3 كيلو. طيب النقطه دي انا خلصت منها وخلصت كده خالص من الموضوع بتاع النهارده. انت مبتدئ قبل ما تروح تشتري كتكوت، لان الكتكوت ده هو الارضيه بتاعتك، فانت مش مؤسس، انت عامل لبيت الطينه اللي هو كتكوت وعاوز تبني فوق منه اربع ادوار، مش هينفع. لا انت لو جايب كتكوت من مصدر موثوق منه، ودي مشكله مربين كتير بيقعوا فيها، بيشتروا من البائعه المتجولين، مفيش حاجه اسمها بائعه متجولين بيلفوا يبيعوا كتكوت في الشوارع، دي كتكوت فرزه عشان كده بيلفوا يبيعوها وانت بتقع في مشكله. انت هتجيب كتكوت، انزل على الصيدله البيطري، انزل على راجل علاف معروف ذو سمعه كويسه، يعني اسال جارك، اسال اي حد برب جنب منك، هو فلان الفلاني فلان الفلاني الكتكوت بيبيع كتكوت كويسه، يقول لك اه والله انا جبت منه والحمد لله الدوره عندي نجحت. طيب هتروح ناس كتير هتقول لي طب نوع الكتكوت يا دكتور، نوع الكتكوت هات رص او اربو او كب، رص اربو وكب، الثلاثه دول حلوين جدا وهم اصلا الثلاثه دول منتشرين في مصر. طيب خلصنا كده من الموضوع، باقي عليك انت، الباقي عليك انت كمربي، الباقي انك تجتهد، الباقي انك لما تجيب الفراخ حط هدف لنفسك انك توصل للفراخ دي باعلى نتيجه، توصل لوزن عمرك ما وصلت له قبل كده، توصل ل 3 كيلو ل 4 كيلو، دايما طول ما انت حاطط لنفسك هدف وبتسعى عشانه، طول ما انت بتشتغل ومش مهمل، لان تربيه الفراخ دي الاهمال بيضيعها، وزي ما احنا عارفين بيت المهمل بيخرب قبل بيت الظالم، فعشان كده يا جماعه نفهم والرب صح، ونشترك مع دكتور محمد في القناه ونحط له لايك جميل ونقول راينا في الفيديو ايه لو انت بتسمع الفيديو لحد دلوقتي. والحاجه اللي انا عايز اقول لك عليها بقى نختم موضوعنا بايه؟ بالصلاه على افضل خلق اجمعين، والفيديو الثاني هصوره لكم عند الفراخ، انا دايما بنشكل فيديو هنا وفيديو عند الفراخ علشان ايه؟ نشوف بعض كده والدنيا تبقى كويسه. طيب استودعكم الله في فيديو قادم احلى واجمل بكتير من فيديوهات دكتور محمد، ولو مش مشترك اشتراك جميل ولايك جميل للقناه عشان نسمع كل جديد. استودعكم الله، نختم موضوعنا بالصلاه على حبيب عليه افضل الصلاه والسلام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.